عزيزي السلام عليكم، صحتكم وكاع بيان. فيرنس فلوكس فيديو جديد هنا اول مره تشاهد قناه فيرنس فلوكس. مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا. قناه مختصه في كل انواع الهجره. اذا فيديو اليوم سوف اشرح لكم طريقه التقديم لموقع رسمي تابع لحكومه كندا للهجره الى اي مقاطعه في كندا بدون شرط اختبار اللغه الفرنسيه التيسيه في الديوف كندا او اختبار اللغه الانجليزيه الايتس، وايضا هناك كل المهن والوظائف مطلوبه. التقديم لجميع الدول العربيه مثلا من الجزائر، تونس، المغرب، افريقيا، اسيا وكل الجنسيات الاخرى، المهم من خارج كندا. اذا سوف ادخل الى الموقع الرسمي وسوف اشرح لكم طريقه التسجيل والتقديم. هذا مفيد للجميع. هذا هو الموقع الذي سوف نقدم عليه. اسم الموقع هو civicjobs.ca، موقع رسمي تابع لحكومة كندا. صفحة الموقع باللغة الإنجليزية. هنا سوف أترجم لكم الصفحة وسوف أشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم إلى مختلف المهن والوظائف للحصول على عقد عمل مجاني للهجرة إلى أي مقاطعة في كندا بطريقة مجانية. هنا يمكنك البحث عن أي مهنة أو وظيفة، مثلا نجار، مثلا سباق، مثلا مهندس، مثلا ممرض، مثلا أستاذ، مثلا حلاق. وهنا المحافظات، يمكنك ترك الخانة في كل مقاطعة كندا أو تختار. لدينا ألبرتا، كولومبيا البريطانية، مانيتوبا، نيو برونسويك، مثلا الأقاليم الشمالية الغربية، لدينا مقاطعة نوفا سكوتشا، نونافوت، أونتاريو، كيبك. تختار المقاطعة التي تريد التقديم عليها وتضغط على خانة البحث. هنا يمكنك الضغط على جميع الوظائف، هنا حسب الفئة، هنا حسب الموقع، أو يمكنك التقديم مباشرة للوظائف المتاحة حاليا في الموقع وأيضا في أي مقاطعة كما تشاهدون. هنا أيضا يمكنك عرض جميع الوظائف. هنا وظائف حسب الفئات، وظائف في الحدائق والترفيه، وظائف في إدارة المكتب مثلا لدينا 59 وظيفة، وظائف في الهندسة 50 وظيفة، التخطيط والتطوير لدينا 42 وظيفة، خدمات الشرطة لدينا 37 وظيفة، إدارة المالية لدينا 35 وظيفة، تكنولوجيا المعلومات لدينا 27 وظيفة. هنا يمكنكم الضغط على تصفح جميع الفئات. موقع ممتاز جدا ومجاني للهجرة إلى كندا. سأختار وظيفة لأشرح لكم طريقة التسجيل والتقديم. مثلا أختار هذه الوظيفة موظف الشركة. هنا تجدون كل المعلومات الخاصة بهذه الوظيفة. هنا نوع الوظيفة، وقت كامل، مدة توظيف دائم. هنا الخبرة، يطلبون 3 سنوات إلى 5 سنوات على الأقل. هنا الأجر الذي ستحصلون عليه بالدولار في كل سنة. هنا المستوى التعليمي، يطلبون درجة البكالوريوس. هنا آخر أجل لتقديم الطلب هو 15 ديسمبر 2023. هنا طريقة التقديم، سوف تقوم بإرسال سيرة ذاتية إنجليزية بالمواصفات الكندية إلى هذا البريد الإلكتروني الخاص بصاحب العمل التابع للشركة الكندية. هنا سوف أترك لكم رابط فيديو سابق شرحت فيه كيفية إنشاء السيرة الذاتية الإنجليزية بالمواصفات الكندية، تجدون الرابط مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. ترسلون الطلب وتنتظرون الرد. أقدم إلى وظيفة أخرى، مثلا مشغل مرافق الطاقة. هنا تجدون كل المعلومات الخاصة بهذه الوظيفة. هنا وظيفة بوقت كامل، مدة توظيف دائم. هنا الخبرة، من 3 سنوات إلى 5 سنوات على الأقل. هنا سوف يدفعون لكم 36.77 دولار إلى 41.29 دولار كندي. هنا التقديم إلى هذه الوظيفة بدون شهادة أو دبلوم أو مهن أخرى، بدون مستوى تعليمي. هنا تم نشر الوظيفة في شهر نوفمبر 2023. آخر أجل للتقديم إلى هذه الوظيفة هو 11 ديسمبر 2023. هنا طريقة التقديم، سوف تضغطون على رابط الشركة، وجهني مباشرة إلى موقع الشركة. هذه صفحة الشركة، هنا لمحة تعريفية على الشركة.
هنا عروض وفرص العمل المتاحة في هذه الشركة. هنا إذا لديك أي أسئلة حول فرص العمل أو التوظيف الحالي يمكنكم التواصل مع إيميل الشركة. هنا سوف نضغط على هذه الخانة البحث والتقدم للوظائف التابعة لهذه الشركة كارير. هنا سوف نقدم مباشرة إلى موقع مدينة ساري المتواجدة بكندا. هنا يمكنكم عرض جميع الوظائف أو البحث عن أي وظيفة. مثلا سأضغط على عرض جميع الوظائف. هنا لدينا 40 فرصة عمل كما تشاهدون، عامل إنشائي، مشغل مرافق الطاقة، منسق المشروع الهندسي، كاتب عمليات خدمات التطوير، تاجر. تختار الوظيفة المناسبة وتقدم. سوف أقدم على عامل مبتدئ مشغل معدات. هنا سوف تجدون كل المعلومات الخاصة بهذه الوظيفة وأيضا المسؤوليات والمهام، المؤهلات المطلوبة. هنا ظروف التوظيف، هنا طريقة التقديم. سوف تضغط على هذه الخانة تقدم للوظيفة. هنا سوف تقوم بإنشاء حساب في الموقع. هنا سوف نضغط على مستخدم جديد، سجل الآن. هنا سوف تقوم بإنشاء الحساب. هنا سوف تدخل العنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، تأكيد عنوان البريد الإلكتروني. هنا إنشاء كلمة المرور المود باس بهذه المواصفات، تأكيد كلمة المرور. هنا الاسم واللقب، هنا رقم الهاتف، هنا معلومات العنوان تختار. كل البلدان موجودة كما تشاهدون. مثلا اختار الجزائر. هنا تملأ المعلومات الخاصة بالعنوان، هنا المدينة، هنا البريد، هنا المقاطعة أو الولاية. هنا تختار سؤال سري، مثلا في حالة نسيت كلمة المرور أختار من مدينة ولدت بها، ما هو اسم والدتك الأوسط، ما هو موديل سيارتك الأولى، ماذا كان اسم أول حيوان أليف لديك، من كان معلمك المفضل. مثلا أختار من المدينة التي ولدت بها، الإجابة مثلا أكتب الجزائر. ثم أضغط على أوافق الشروط، ثم تضغط على يسجل وتواصل باقي الخطوات بعد إنشاء الحساب، وتحمل السيرة الذاتية على الإنجليزية بالمواصفات الكندية كما شرحت لكم سابقا، وتقدم إلى هذه الوظيفة. إذا شرحت لكم مختلف طرق التقديم إلى هذه المهن والوظائف الموجودة في هذا الموقع الممتاز والمجاني التابع لحكومة كندا civicjobs.ca. هنا سوف أترك لكم رابط هذا الموقع مباشرة في صندوق وصف هذا الفيديو. أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع فرصة فيديو اليوم. لايك، بارتاج، اشتراك في قناة فينس فلوكس دعما لي وتشجيعا لي لمواصلة العمل. شكرا على المشاهدة وبالتوفيق للجميع.